وبأعلن الوزير عن إجراءات عقابية ضد ضباط الحالة المدنية الذين يثبت ارتكابهم أخطاء في تدوين معطيات المواطنين، يعتقد حقوقيون أن الإجراء سيحد من عدد القضايا المرفوعة إلى المحاكم. تقرير لبلال يوسفي. مليون خطأ تم تسجيله على مستوى مصالح الحالة المدنية، المتسبب فيه موظفو الإدارة. أخطاء يدفع ثمنها المواطن بالتنقل بين المحاكم للتصحيح. آلاف وآلاف الملفات أصبحت متواجدة على مستوى المحاكم، راجع بالدرجة الأولى، يعني إلى مثلا نقول إهمال الموظفين في الإدارة في النقل الهوية الكاملة في عقود الزواج وشهادات الميلاد. وزير العدل الطيب لوح يقرر اتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضد ضباط الحالة المدنية. أظن أن هذا الإجراء المتخذ من قبل الوزارة يعني راح يوضع حد لهذه الضغوطات، يعني على المواطنين. الإجراءات على مستوى المحاكم راح تاخذ يعني وقت، يعني ما بين 9 شهور إلى 6 أشهر، وبالتالي هنا تشكل عرقلة للمواطن. اللجوء إلى المحاكم في كل مرة وانتظار مدة تزيد عن 6 أشهر لتصحيح الخطأ مشكل كثيرا ما اشتكى منه المواطن ولم يجد آذانا صاغية. فهل ستكون الإجراءات الردعية سبب لتقليص هذه الأخطاء؟